القضية اليوم كيوقعوا الأحداث ديالها في فيرجينيا بالضبط في سنة 2000. نهار عادي بحالو بحال كاع النهارات، فيه واحد جوج الوالدين كيجيو من الخدمة، كتوجد الأم للأكل، المفروض أن وليداتهم يتجمعوا في العشية، إلا أنه واحدة من البنات ديالهم ما رجعتش للدار. الاسم ديال البنت اللي غنهضروا عليها اليوم هو تارا مانسي. تارا في ذاك الوقت كانت مراهقة في العمر ديالها تقريبا 16 ولا 17 سنة. ففين غتكون مشات تارا يا ترى؟ تارا هي واحد البنت عادية من أسرة بسيطة عادية، كانت كتقرا بحالها بحال كاع البنات، كبرات طفولة عادية، وصلت المراهقة بداو كيبانوا فيها شي حوايج، بداو كيتزادوا فيها شي نغزات، وهذا شي طبيعي. غير هي بحكم أنها عايشة في مجتمع شوية متفتح، فكانت كتإكسبرسي هذاك الشيء اللي كدير بشكل علني، هذيك اللعبة ديال أنا كنمشي مع هذا أو كنعرف هذا وكنبغيه، وجات عند والديها وقالت لهم بغيت نتزوج به، وهي مازال ما وصلتش للعمر ديال 17 سنة. هذا الولد اللي كنهضر عليه سميتو نيك، حتى هو كان كيبدلها نفس الشعور، وكانوا معروفين على اساس انهم عصافير الحب في الثانويه اللي كانوا كيقراو فيها. من بعد من الثانويه نيك مشى التحق بالنيفي اللي هي البحريه الامريكيه اللي كانت عندهم القاعده في إلينوي. تارا في هذا الوقت كانت باقا في فيرجينيا لانها باقا كتكمل اخر عام عندها في الثانويه. نهار 25 في شهر 1 2000، تارا المفروض انها تجي للدار مع جوي 7:30 كاع ديال العشيه، ولكن ما كتوصلش. تارا في العادة كتخدم، كتعرفوا باللي في المجتمع الأمريكي أغلب الوليدات ملي كيوصلوا لآخر عام في الثانوي كيوليو كيقراو وكيخدموا في نفس الوقت باش غير تيساليو الباك، تكون عندهم ديك القدرة أنهم يقدروا يدخلوا للعالم ديال الخدمة وأنهم يدبروا المصروف ديالهم ويعتمدوا على راسهم، وهذا الشيء اللي كانت كدير تارا. كانت خدامة في واحد الواحد من أكبر لي ريستورون ديال فاست فود اللي سميتها تاكو بيل، معروفة في أمريكان. تارا كتسالي من المدرسة مع جويج وجونس 3 وكتمشي تخدم لها شي سويعات في داك المطعم، ولكن مني وصل الوقت ديالها اللي غتجي فيه للدار وما جاتش وما عيطاتش، الوالدين تخلعوا بزاف. على الرغم من انها كانت شويه متمرده وشويه كتبغي تفرض الشخصيه ديالها، الا ان تارا ما عمرها كانت ليها انها غير جات واختفات او لا كانت غتعطل وما علمتش والديها. الاب والام جاتهم هاد القضيه ماشي طبيعيه وخافوا على تكون وقع شي حاجه للبنت ديالهم، عيطوا مباشره للبوليس وقالوا لهم بلي شنو كاين شنو كاين شنو كاين. البوليس طبعا في الحاله كيهضروا على مراهق، اغلب المراهقين في امريكا كيهربوا من ديورهم، بالنسبه لهم روتيني، كيوقع الاف المرات، كيجيوهم الاف الاتصالات من عند والدين كيقولوا حق بنتي او ولدي هربوا خرجوا من الدار، كدوز يوم يومين سيمانه تبداو راجعين عادي. مع ذلك البوليس كيحاول يديروا الوالدين خاطرهم وتبداو يستفسروا على الموضوع، تيفهموا باللي اخر مره تشافت فيها تارا كانت خارجه من هذاك المطعم وهزه معها واحد البواطه فيها الماكله. في العاده تارا ملي كتخرج مع ذاك الوقت جوي 7 د العشيه كتمشي للطوموبيل ديالتها لانها كانت كتسوق وكتمشي لدارها، ولكن اللي لقاو غريب هنا هو ان الطوموبيل كانت باقه واقفه في الباركينغ ديال هذاك المطعم وممسورتاش، يعني غالبا غتكون وصلت ليها وحلاتها. وفعلا كيتاكدوا من الموضوع ملي كيوصلوا للطوموبيل وكيحلوها، تلقاو باللي كاينه ديك البواطه ديال الماكله وكيلقاو الكاسكيطه ديالها وشي حوايج اخرين محطوطين فوق الكوسان ديال الشيف، وكانها غير حلات وحطات داك الشيء وسدات على اساس انها غترجع للطوموبيل. هنا بداو الاسئله كيكثروا، شنو وقع ليها؟ فين هي؟ مع من غتكون؟ واش غتكون زعما هربات وخلات الطوموبيل ديالتها هنايا؟ ما يمكنش، خصوصا ان الجو في هذا الوقت كان بارد متلج برا، ما يمكنش انها غتكون تمشات لشي بلاصه على رجليها ولا هربت على رجليها وخلات الطوموبيل. اكيد غتكون ركبت مع شي واحد اخر في الطوموبيل، او لا ربما مشات عند العشيق ديالها نيك. غير هو الا بغات تمشي عند العشيق ديالها اي خصها ضروري تاخذ اما ترين ولا الكار ولا الطياره، وما كاين حتى شي دليل في لي سيستيم ديال الطيارات ولا الترينات ولا الطوبيسات على انها قطعات التيكي ديالها، الاسم ديالها ما كاينش في السيستيم. البوليس عيطوا لنيك اللي كاين في القاعده ديال البحريه وتيسولوه عليها، تيقول لهم باللي ما هضرتش معاها، ما شفتهاش، ما تلاقيتهاش، ما متفقين على حتى شي حاجه غادي نديروها، تجي عندي ولا نمشي عندها ولا نتلاقى ولا حتى شي حاجه، وما عندي حتى شي معلومه. كيهضروا مع الكوموندار اللي فوق منه وكيكونفيرمي لهم باللي السيد راه ما خرجش كاع من هذيك القاعده، هاد المده كامله هو كاين هنايا كيشوفوه، ما غيمكنش تكون عند الولد علاقه بالموضوع. كدوز 24 ساعة كاملة، البوليس باقين كيحاولوا يجمعوا المعلومات من هنا ومن لهيه. شي واحد من هذوك اللي خدامين معاها كيقول البوليس باللي شي ايام معدودة قبل ما توقع هذا الحادث هذا كانت
تارا خدامه في درايف ثرو. درايف ثرو بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهش هو واحد الشريزم اللي منه تتاخذ لي كوموند وتتعطي الناس الماكله ديالهم بلا ما يدخلوا للمطعم. تيدوز بالطوموبيل ديالو من ورا هذاك المطعم وتلقى الشرجم الاول تيقول لهم مثلا بغيت كسكروط مع الفريز مع هادي مع هادي. ما تيجي السيد فين يدوز بالطوموبيل ديالو للشرجم الثاني تياخذ الاكل ديالو من تما وكيمشي في حالاته. تارا كانت خدامه في داك الشرجم الثاني اللي فيه كتعطي الماكله وكتاخذ الفلوس. فكيوقفوا واحد جوج ديال الشبان اللي نوعا ما اسلوبهم كان وقح معاها فالضربات معاهم وتغاوتوا ومشاو في حالاتهم. هنا بداو تيقولوا البوليس يا ربما هاد الدراري هما اللي عندهم علاقه بالموضوع بقاو حالفين فيها. حتى شي واحد من دوك العمال اللي كانوا معاها ما شافوا الوجوه ديال دوك الدراري لان هي الوحيده اللي كانت في الشرجم. ثاني حاجه ما كاينه حتى شي كاميرا في داك الممر، ما كاينه حتى شي كاميرا وحده اخرى اللي شاده على الباركينج اللي كتبين فين تكون ربما وقفات تارا، شكون اللي جا عندها هزها، واش تختطفات، شنو وقع. وهنا غادي يوقفوا البوليس مكتوفي الايدي، ما قدروا يديروا والو لان ما عندهم لا دليل لا بصمه لا شاهد لا كاميرا. تيضطروا انهم يدخلوا معاهم الاعلام وكيديروا دي زانونس في الاعلام على الاختفاء ديال تارا، وكيبداو بنادم تيجيو بالمئات ديال المتطوعين يقلبوا عليها، تيحطوا التصاور ديالها في المخبازات في الصالونات في المطاعم باش اللي عنده شي معلومه يخبر بها البوليس. على الرغم من الطقس اللي كان بارد بارد بزاف كملوا المتطوعين والبوليس والفرق ديال الكلاب وداكشي في البحث ديالهم، قلبوا الباركس السبيطارات قلبوا الزناقي والشوارع والدروبه، ومهم فين ما لقاو الفرصه انهم يقلبوا شي بلاصه كيقلبوها، ولكن لا حياه لمن تنادي. البوليس وهما كيحاولوا يجمعوا المعلومات من عند الدراري والبنات صحابه في المدرسه كيعرفوا باللي من بعد المدرسه جلست مع صحابها شي شويه ثم مشات للخدمه. صافي وهنا كيسالي الموضوع. تدوز السيمانه الاولى السيمانه الثانيه السيمانه الثالثه كتجي واحد المكالمه هاتفيه اللي بيها غتعطي واحد شويه الامل البوليس. واحد من المتسلقين اللي كيتسلق الجبال واللي كيمشي في الغابات وهادشي كيلقى بعيده بشي 11 كيلومتر من البلاصه فين كتسكن تارا كيلقى واحد الجثه ديال شي بنت اللي المواصفات ديالها شبيهه بداكشي اللي شاف في الاعلام. هذيك البلاصه هي عباره عن واد صغير طلعات عنده هكا في الجناب ديالو، ثم كاين السكه ديال الحديد ديال الترين. بشكل مبدئي الجثه ما كتكونش باينه للعلن لانها مكركبه وطايحه في ديك الواد، ولكن ملي وصلوا لقاو فعلا باللي مواصفات ديال البنت شبيهه بالمواصفات ديال البنت المبحوث عنها. البنت كانت عريانه من الجزء العلوي ديالها كامل. ملي تياخذوا ليها الوراق ديالها اللي كانوا في الجيب اللوراني ديال الجين تلقاو البيرمي ديالها، وفعلا الهويه ديالها هي تارا منسي البنت اللي كيقلبوا عليها. كملاحظه اوليه ومبدئيه كيبان ليهم باللي البنت كانت ملولبه بطريقه باش طايحه، باينه باللي هذاك اللي لاحها كورها من الفوق وطاحت في داك الجمد الواد لتحت. لحسن الحظ الجو كان بارد بارد ثلج بحال شديتي شي حاجه وحطيتيها في فريغو ما كتخسرش. نفس القضيه بالنسبه للبوليس، فرحوا مني لقاو باللي الثلج حافظ ليهم على الجثه لانهم غادي يقدروا يجبدوا بزاف ديال الدلائل من ديك الجثه اللي ممكن تعاونهم يحلوا القضيه. من بعد ما كيديوها للابوغاتوار باش يتم التشريح ديال الجثه كيركزوا البوليس والناس اللي خدامين في الخبره على مسرح الجريمه. المسرح الجريمه في هذه الحاله كان شويه فيه بزاف الشكلي في العقلي. علاش؟ لانها جات في الحضره وديك البلاصه بحال قلتو نقدروا نقولوا زباله، ماشي زباله يعني كيلوحوا فيها الزبل، كيلوحوا فيها هل يليح فران هل يليح الرويد. كانت صعيب عليهم انهم يفرقوا ما بين المسائل اللي عندها علاقه بالجريمه باش يهزوها يديوها تحلل وما بين المسائل اللي غامليوحه تما، ولكن حاولوا انهم يديروا مجهود وفعلا داروا مجهود محترم. وهما كيقلبوا على الادله، الحاجه الاولى اللي كيلقاو وكيلقاوها الفوق قبل ما يوصلوا لديك الدرديبه مع الهبطه، غشا ديال القرطاسه العيار ديالو 22. ثم تلقاو حدا الغشا ديال القرطاسه الفلتر ديال الكارو. مني كنقول فلتر كنقصد به داك الجزء الاصفر ديال الكارو محيد من الجزء الابيض. ثم قريب للبلاصه فين لقاو الجثه كيلقاو بينته فيها غير الجزء الابيض. هذا الشيء كيبين للبوليس باللي الشخص اللي كان هنا فصل الفلتر على الجزء الابيض وكيكمي غير الجزء الابيض فقط. ثم وهما كيقلبوا كتبان لهم واحد الحاجه ملفوفه ملويه تما، تيحلوها تيكتشفوا بان هذاك الحاجه هي التيشيرت ديال البنت اللي كان محيد ليها. فيه كتبان واحد العفطه بالغيس، يعني كتبان الرسمه ديال الحذاء اللي كان لابس داك الشخص كامله تيشيرت، ماشي بشكل واضح 100% ولكن واحد الجزء محترم اللي يقدروا يخليهم ياخذوا البصمه ديال هذيك العفطه. البصمه ديال العفطه كتخدم بنفس الطريقه اللي كتخدم بها البصمات ديال اليدين او البصمات ديال الرجلين او البصمات ديال الكف.
عادي، تيجيبوا البرودوي ترشوه كيكوبيو داك البصمه. ما علينا، هذه شي معلومه مهمه تقدر تفيدهم انهم من بين بزاف المتهمين يقدروا يعرفوا شكون هو مول داكشي بسبب البصمه ديال السبرديله ديالو. النتائج ديال التشريح الطبي كتجي وكتبين باللي البنت ماتت باربعه الطلقات ديال واحد المكحله، واحدة في الصدر وثلاثة في الرأس. كيقول المحققين على حسب البوزيسون باش لقاوها والبعد والقوة ديال كل ضربة، باللي غالبا المجرم غيكون ضربها الضربة الأولى في الصدر ديالها، ثم البنت طاحت في الأرض، ثم جاب لها هذيك المكحلة حدا وجهها وضربها ثلاثة الضربات واحدين أخرين في الوجه ديالها، ثم كركبها مع الحضرة. كذلك الخبرة الطبية بينات باللي البنت طفارها كاملين جارة فيهم الدم، كذلك كيبان باللي حاول يعتدي عليها لأن كانوا فيها قمشات في عنقها في صدرها. مهم أنها قاومت الاعتداء بأي طريقة اللي قدرت عليها وما خلاتوش يتعدى عليها، وبالتالي ربما غيكون هذاك هو السبب للموت ديالها. الدليل الرابع هو هذيك الجوه ديال القرطاسه اللي لقاو، ملي تيديه وتحلوه تيقدروا يعرفوا باللي اولا جاي من مكحله ماشي من فردي، القياس ديالو 22، النوع ديال المكحلات اللي بديك الطريقه تيخرجوا لهذا النوع ديال القرطاس، والماده باش مصوبه الجوه ديال ديك القرطاسه كيصوبهم واحد المصنع واحد، وهذاك المصنع عنده ثلاثه ديال لي موديل بالضبط اللي فيهم هاد لي كاركتيرستيك هادو، لان البوليس قدروا بفضل ليكسبيريونس ديالهم انهم يختازلوا الاف ديال الفراده والقرطاس في ثلاثه ديال الانواع فقط اللي كيقلبوا عليهم في هاد القضيه هادي. هنا كيرجعوا للدليل الاول اللي هو ديك البصمه ديال السبرديله، وتيمشي ويدخلوا لا باز دو دوني اللي عندهم في السيستم باش تعرفوا البوليس راه كتكون عندهم واحد لا باز دو دوني اللي خاصه بالحوايج وبالاكسسوارات وداكشي، باش يقلبوا على السبرديله اللي ديزاين ديال القاع ديالها كيشبه او مطابق للبصمه اللي خداو من هذاك التيشيرت ديالها. وفعلا كيطيحوا في واحد الموديل معين من عند شركه ديال نايكي اللي عنده نفس الطرزه ديال القاع ديال السبرديله بالضبط، فولاو عارفين باللي المتهم اللي كيقلبوا عليه خاص يكون عنده هاد السبرديله هادي، غير ما كانوش متاكدين 100% من القياس ديال السبرديله لان البصمه اللي هزو ما كانتش رجل كامله، كانت غير الجزء الامامي ديال الرجل. اسابيع دازوا في هادشي كامل اللي كنقول لكم، ثم فجاه كيقروا الاصدقاء ديالها انهم يجيو عند البوليس ويقولوا لهم شي حاجه اللي كون قالوها في الاول ربما هادشي ما كانش غادي يوقع. وهادشي علاش بعض المرات الصحاب والصحابات كيكونوا مساهمين بشكل او باخر في الهلاك ديال صاحبهم ولا صاحبتهم. اللي تيقولوا الصحاب ديالها هو انهم في الحقيقه النهار اللي خرجنا كلنا من المدرسه مشينا لواحد البليصه وجلسنا نكميو ديك العشبه اللي على بالكم، كان جالس معهم واحد السيد للعمر ديالو 30 سنه الاسم ديالو جيفري توماس. جيفري توماس كان هو دائما تيجيب لهم دوك الممنوعات باش يكمي معاهم. هما في الاول ما قدروش يقولوا هاد المعلومه للبوليس، كانوا خايفين الخبر توصل لوالديهم وداكشي كامل. البوليس اوتوماتيكمون كيقلبوا في الخلفيه العدليه ديال جيفري توماس، كيلقاو بانه انسان عنده سوابق بسبب انه تفايت ضارب شي واحد بواحد العصا ديال البيسبول وخد فيها عامين ديال الحبس، بالاضافه لانه انسان ما عندوش خدمه، مكحط من النوع اللي غا كيبريكولي باش يدبر على ماكلته وداكشي، وعنده شي بنيه مع شي مراه اللي كانت تارا مرات كتحضيها ليه، كان جالس غير لاكاف ديال العشيقة ديالته الحالية، المهم أن حياته مرونة. المهم تيجيبوه من أجل السنطاق وتبداو يسولوه هاك بالك هاك بالك هاك بالك. ملي تيزيروه البوليس تيلاحظوا بأنه بدا كيدخل وكيخرج في الهضرة، بلي المعلومات اللي عطاهم على فين كان وشنو كان كيدير ومع من كان مني وقعت الجريمة ما راكبينش 100%. فكيسولوه على القرطاسة اللي الجوة ديالها 22 اللي جاية من هاد الماركة الفلان فلانية، تيقول لهم بلي أنا ما عندي حتى شي حاجة من داكشي، ولكن راه عارف واحد السيد صاحبي سميتو كيفن عنده ديك لا ريفيرونس ديال ديك المكحله اللي كتقلبوا عليها. كيفن ويليامز هو واحد السيد في العمر ديالو 32 سنه وكان كيخدم بالناي، تيمشيو عنده البوليس وكيجيبوا حتى هو باش يستنطقوه. من بعد ما كيسولوا بزاف الاسئله كيقول لهم باللي فعلا جيفري توماس هو صديق ديالي وداكشي، وفعلا كانت عندي هذيك المكحله اللي القياس ديالها كذا كذا من الماركه كذا كذا، حتى انني كنت بزاف د المرات في الجرده عندي اللور كندرب بها، واحيانا كنت كنصيد بها قنيات وشي لعيبات، ولكن راه من شحال هذه عطيتها لجيفري ومن تما ما بقيت شفتها. السيد كيبان باللي الهضره ديالته موزونه وفي بلاصه، كيقولوا لي واش ممكن اننا ندخلوا سيدي عندك لهاد الجرده نقلبوا على العيارات، قال لهم مرحبا دخلوا تفضلوا. فعلا داكشي اللي داروا، جاوا للجرده اللور عنده في الدار بداو كيقلبوا على الجوال ديال القرطاسات، وفعلا لقاو ثلاثه منهم اللي داوهم لابوغاتوار، ومن بعد ما شافوهم الخبراء في المجال كياكدوا باللي داك الخاود القرطاس اللي لقاوه في الجرده ديالو مطابق تماما لذاك اللي لقاوه في مسرح
الجريمة. هنا البوليس عرفوا باللي هذه هي أداة الجريمة. دابا خاصهم غير يفرقوا واش كيفن ويليامز ولا جيفري توماس هو اللي دار العملية. كل واحد كيلغي بالغاب. كدوز واحد الأيام معدودة من بعد الحقيقة اللي توصلوا لها. بوليس ديال شرطة المرور اللي ما عندهم حتى شي علاقة بتحقيق في الجرائم كيوقفوا واحد السيدة بحكم دارت واحد المخالفة في المرور. غير وقف عليها قال لها أوراق السيارة عافاك من فضلك والرخصة. وهي تقول لي عافاك الشاف عندي لك واحد المعلومة مهمة بغيت نقولها لك إلا بغيتي تسمعني. ما عرفت واش دارت هادشي بسبب أنها بغات تشتت الانتباه ديالو وما تاخدش بروسي ولا فعلا كانت كتحس بالذنب. وإنفو تحطات أمام رجل من السلطة بغات تخوي عليه داكشي اللي في قلبها. قالت ليه بلي أنا عندي واحد المعلومات مفيدة اللي ممكن تفيدكم في حل واحد الجريمة اللي وقعت. بداوها المركز التحقيقات وبداو كيستجوبوها. كتقول لهم باللي انا واحد الانسان اللي كان ساكن معايا جيفري توماس مؤخرا قبل ما توقع الجريمه. نهار اللي وقعت الجريمه نهار 25 في شهر 1 جيفري جا معطل بالليل وجا حالته معصب واحد الدرجه كبيره بزاف ومبهدل ومستخ وفي الغيس حتى انه كان مقموش من جهه عنقه. وبقيت كنحاول نقول ليه تكالما هكا هكا ففجاه اعترف ليا باللي راه دار واحد الزبله وقتل واحد البنت ضربها قرطاسة هنا وضربت ثلاثة القرطاسات في الراس ديالها. ولكن هادشي كله دارو بسبب انها ما بغاش تعطيه داكشي اللي بغا. البوليس على الرغم من انهم كانوا كيعتقدوا باللي انها بغات تهرب من المخالفة في الاول ولكن مني قالت ليهم هاد المعلومات كانوا متأكدين باللي الكلام اللي كتقول فيه حقيقي لان الطريقة باش ماتت ما كانوش قايلينها للعلن. فقط المحققين والطبيب اللي دار لها التشريح هما اللي كانوا عارفين سبب الموت وفين كانوا الطلقات بالضبط. تاني حاجة انها كانت عارفه السبب اللي على قبل قتلها لانه ما خلاتوش يمسها بداك الغضب والغل اللي فيه بحال بغى ينتقم منها حيت حبطات وما بغاش تخليه يدير اللي بغى. وهذا الشيء كانوا عارفينه البوليس والطبيب لانه باين في التشريح انها كانت دافعت على الشرف ديالها ما خلاتوش يقيسها. والدليل انه كانت مقطعين لها حوايجها ومقموشه ومنتوفله شعرها الى اخره. ملي تيسولوها علاش ما قلتيش هذه المعلومات شحال ديال لا علاش بقيتي جالسه حتى لدابا عاد جيتي تقولي هذا الكلام. قالت لهم باللي كنت خايفه منه خصوصا انه هو اللي كيجي عندي للدار بزاف وكنت خايفة انه يصفي عليا حتى انا الا كان ديجا دار هادشي لهاد البنت واش انا ما غيقدرش عليا. غير هو مني شفت داك البوليسي وقفني في ديك البلاصه حسيت براسي ما بقيتش قادر نهز هاد السر معايا في قلبي وقلت غنقولها لكم واللي ليها ليها. صافي هاد المعلومه كانت كفيله بان القاضي يعطيهم الرخصه باش يمشيو يقلبوا ليه الطوموبيل ديالو لان اصلا ما عندوش دار. مني خداو التصريح ومشاو للطوموبيل تيلقاو سبرديله نايكي كاينه في الكوفر عنده كذلك في الطوموبيل ديالو تلقاو شي ثلاثة الشعرات بالجدر ديالهم اللي طبعا تبين بانهم شعرات ديال تارا. كمن بعد ما خداو من عنده حتى هو عينة من الدفال ديالو وطبقوا عليها التيست ديال لادين كيلقاوها مطابقة تماما للعينات ديال لادين اللي لقاو في العنق ديالها في صدرها في ايديها في فخادها في الرجلين ديالها في التحت ديال الصباطة ديالها. مني كنقول لكم لادين ديالو كنقصد به خلايا مجهرية ديال الجلد ديالو يعني انه مني تيقيسها اي انسان فينا من يتقيس شي حاجه راه تيخلي جزء من الخلايا الجلديه اللي ما تتبانش بالعين المجرده ولكن بفضل التكنولوجيا كتبان وكتبان حتى ديال من. وقبل ما نختم الفيديو بغيت نقول لكم شنو وقع بالضبط في داك النهار. اللي وقع هو ان السيد جيفري توماس جا في الطوموبيل ديالو وقف قدام المطعم اللي كانت خدامه فيه البنت تارا وبقى كيتسناها. ملي خرجت هي بهذيك البواطه ديال الماكله شير ليها حطات داك الكاسكيطه ديالها والبواطه في الطوموبيل وجات عنده باش تهضر معاه لانها تعرفوا. فقال ليها واش بغيتي نكميو شي قروات انا وياك يلا طلعي نمشيو نكميو خفا نزربا. طلعت البنت لانها بغات تمشي تنغم ليها شويه مع راسها قبل ما تمشي للدار وطبعا لانها كتعرفو موالفه تكمي معاه. فكيسوق بها الطوموبيل وكيمشيو لشي بلاصه ثم كيحاول يعتدي عليها. مني بدات يتقرب ليها حاولت البنت انها تصدو بدات كتدفعو ما عجبوش الحال دخلوا في مضاربه هو وياها لان الطريقه باش الضفار ديالها كانوا عامرين بالدم ديالو وهو نتف ليها الشعر ديالها من الجدر وقطع عليها حوايجها باينه بانهم كانوا مضاربين. من بعد مني وصلوا لهذا النيفو هذا نزل من الطوموبيل كينزلها من الطوموبيل وكيجبد المكحله اللي كانت عنده وكيتيري فيها ثم مني كطيح كيتيري فيها ثلاثه وحدين اخرين وكيكركبها وكيجمع داك التيشيرت وكيلوحو. حاجه اخرى من الادله اللي نسيت ما قلتش لكم قبيله هو الطريقه باش كان كيكمي الكارو الطريقه باش كان كيحيد داك الجزء الصفر وكيكمي غير البيض نفسها لاحظوا البوليس انه كان كيديرها مني كانوا كيديروا معاه السنطاق وسولو واش هادي شي حاجه كديرها دائما وبلا ما يشعر. قال لهم بلي انا مولف كنكمي بهالطريقه هادي الكارو. على الرغم من ان البوليس حلوا الجريمه بالادله العلميه اللي كانت كافيه ووافيه
باش تغرق ليه الشقف، الا انهم ملقاوش اداه الجريمه. ولكن هذا الشيء طبعا ما منعش من انه يتحكم عليه بالاعدام. في 2001 كيتحكم على جيفري بالاعدام، وكتجي الام ديال تارا وكدير واحد الطعن في الحكم وكتقول لهم انا ما بغيتوش ياخذ الاعدام، حيدوا ليه الاعدام وعطيوه مؤبد. وفعلا داكشي اللي كاين، كيحيدوا ليه الاعدام وفي 2002 كيتحكم عليه بالمؤبد. كنظن السبب اللي خلى الام ديالها تاخذ المؤبد في العوض من الاعدام هو انها حست به الى تعدم غيموت وصافي، وغتسالي العذاب ديالو في الدنيا، بغاتو ربما يعيش ويتعذب كل نهار في العوض من انه يموت ويرتاح. بهذا غنكون وصلت لنهايه الفيديو اليوم، كنتمنى انكم تشاركوه مع صحابكم وحبابكم، وما تنسوش ديروا اللايك لانه كيعاون يوتيوب انه يطلع لفيديو الناس وحدين اخرين. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.